السلام عليكم ورحمة الله. موضوع فيديو اليوم هو الجهاز ريسيفر هذا من نوع سامسات HD40 بمشكلة، يشتغل لا لمبة ولا شيء. الآن فهو موصول بالكهرباء ولكن لا يشتغل. إذا لنكتشف تابع، هذا هو شكل الجهاز من الداخل. في مثل هذا الأعطال أول شيء علينا القيام به هو فحص الباور سبلاي، تأكد من الباور سبلاي هل تخرج جهود أم لا. ونظام هذا الباور سبلاي تخرج جهد واحد، لاحظوا يوجد هنا اثنان من الديود ولكن فهم متصلين بالتوازي، وبالتالي هذا الباور سبلاي هذه تخرج جهد واحد فقط. إذن سوف نفحص عبر ذلك الضيود هل يوجد جهد. إذن نأخذ المالتيميتر، نضع سالب المالتيميتر في الجسم الحديدي على هذا الشكل، والموجب سوف نفحص به هنا. إذن لاحظوا موجودة 12 فولت. إذن الباور سبلاي فهي سليمة. ثاني شيء سوف أقوم به هو فحص الجهد عبر هذه الملفات هنا. لاحظوا هذا الملف هو متصل مع اي سي محول دي سي الى دي سي، كل ملف متصل مع اي سي محول دي سي الى دي سي، وهذه المحولات تكون يعني خافضة للجهد. اذا سوف نفحص الجهد في هذه الملفات هذو. اذا سابدا بهذا الملف هذا، بهذا الاي سي هذا متصل مع هذا الملف. اذا هذا هو الخارج هنا، لاحظوا موجود 1.2 فولت، والدخل هو هذا، الدخل 12 فولت والخارج هنا 1.2 فولت. اذا لننتقل الى ملف آخر، مثلا لدينا هذا الاي سي هذا فهو محول دي سي الى دي سي. اذا لاحظوا هذا المسار هذا متصل مع هذا الملف. اذا نفحص هنا، هذا هو الخرج، الخرج لا يوجد شيء، الدخل اعتقد هو هذا. لاحظوا الدخل هذا هو الدخل، هذا الدخل فهو 1.2 فولت، والخرج تقريبا لا يوجد خرج، لاحظوا لا يوجد جهد. اذا ننتقل الى ملف اخر، هذا هو، هذا هو الخرج، لاحظوا لا يوجد شيء، الدخل 1.2 هذا هو الدخل، والخرج لا يوجد خرج. اذا دخل هذا الاي سي هذا وهذا الاي سي هذا يعني مشتركين في نفس خط دخل الجهد 1.2 1.2، وخرج هذا الملف هذا هو 1.2. اذا هذا الاي سي هذا الدخل هو 12 فولت. اذا هذا الاي سي هذا هو المسؤول عن تحريك هذا الاي سي هات هذا، او تغذيه هذا الاي سي هات هذا، المحول هذا وهذا المحول هذا، فهمتم؟ اذا نستنتج من هذا بان هذا الخرج لهذا الاي سي فهو يعني غير سليم، يعني من غير الممكن ان تكون 1.2 فولت هي التي تشغل هذا الاي سي وتشغل هذا الاي سي، المفروض ان يكون اكثر. والجهد الذي عاده يكون في اجهزه الريسيفر الذي يغذي باقي الملفات وباقي المحولات وهو يكون 5 فولت. اذا بما ان الدخل هنا 12 فولت
المفروض في الخرج هنا أن نجد 5 فولت. الآن سوف أقوم بعمل خطوة وهي بتغذية أو بحقن هذا الملف هذا بخمسة فولت. سوف نستعمل باور سبلاي أو شيء خارجي، تغذية خارجية 5 فولت، ونجرب لنرى هل الريسيفر سوف يقلع. أتابع. إذن سأستعمل هذا الباور سبلاي، هذه ضبطتها على 5 فولت بتيار تقريبا، لاحظوا 1 أمبير، 1.21 أمبير. إذن سوف أقوم يعني بتوصيلها مع هذا البين هذا، ونرى إن كان الريسيفر سوف يقلع. إذن بسم الله، لاحظوا واجهة الريسيفر هي مكتوب أون. الآن لقد أقلع الجهاز، لاحظوا السحب، فهو ساحب يعني 1 أمبير 5 واط. إذا لو أزلت سوف ينطفئ الريسيفر إذا أوصلت من جديد. هو اشتغل، إذا لقد أقلع الآن والسحب 1 أمبير 5 واط، 5.45 واط. إذن هذا يعطينا فكرة على أن هذا الآي سي هذا احتمال كبير أن يكون هو سبب المشكل. إذن سوف أقوم الآن باستبداله بواحد آخر.